الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: توفي رجل قبل والدته ثم بعد ذلك توفيت والدته، فهل ترث هذه الوالدة مع أبناء الرجل المتوفى؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند علماء الفرائض أن من الورثة من لا يسقط مطلقا ولا يمكن أبدا أن يدخل فيه، أن يدخل في حيز حد حجب الحرمان، وهما الوالدان والولدان والزوجان. فإذا توفي إنسان وله أم وأولاد فإن الأم دائر ميراثها بين الثلث والسدس، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. وأما إذا كان للميت أولاد أو كان له إخوة فإن الأم تنزل من الثلث إلى السدس، فالأم دائر إرثها بين هذين الفرضين، إما أن يكون لها الثلث إذا لم يكن ثمة إخوان ولم يكن للميت فرع وارث، وإما أن يكون لها السدس فيما إذا كان للميت جمع من الإخوة أو كان له فرع وارث ذكرا كان أو أنثى. فإذا وجد الفرع الوارث والجمع من الإخوة فالأم لها السدس، وإذا انعدم الجمع من الإخوة ولا فرع وارث للميت فالأم لها الثلث. وفي هذه المسألة الأم لا بد وأن ترث، الأم لا بد وأن ترث، ولا يمكن أبدا أن تحجب الأم حجب حرمان، والله أعلم. وبما أنكم تقولون بأن الميت له أبناء فحينئذ الأم في هذه المسألة حقها السدس لوجود الفرع الوارث، والله أعلم.